طيب شيخنا، التفسير. أنا في حياتي اليومية كشخص عادي مسلم، ما مدى حاجتي لمعرفته؟ هل أنا أحتاجه في كل شيء، أم أحتاج أن أعرف منه يعني الحد الكافي؟ من المعني بعلم التفسير كمعرفة؟ من الذي عليه أن يعرف في التفسير؟ طبعا المعرفة بمعاني القرآن وبالتفسير درجات. فالدرجة الأولى معرفة دلالة الآية، هذه ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها. ولذلك الطبري رحمه الله له كلمة جميلة في مقدمة تفسيره، يقول: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه، كيف يتلذذ بقراءته ويلتذ بقراءته. وأنت تجد هذا في نفسك، لو تقرأ لتسمع الإمام وهو يقرأ آيات لا تفهم بعض مفرداتها، ما تتأثر بها، أيوة، لكن لما تقرأها وتفهم قصتها وتفهم سبب نزولها مثلا، يقرأها مرة أخرى فتشعر أنه يخاطبك بشيء تفهم. صحيح. وقس على ذلك يعني. فالمسلم يعني بمختلف طبقات المسلم في حاجة أنه يعرف معاني القرآن الكريم. يعني ما هو معقول أنك تقرأ قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ولا تدري وش معنى الفلق، ولا وش غاسق إذا وقب، ولا النفاثات في العقد. يعني ما هو معقول. صحيح. يعني كأنك يعني أعجمي ولا ما تفهم العربية وكذا. فأنا أتصور أن القدر الحد الأدنى هو أنك تفهم القرآن. وقد يقول قائل: يعني ما هو معقول أني أفهم القرآن كله، ما أنا متخصص. يا أخي افهم الآيات التي تقرأها يوميا، الحزب المفصل، جزء عما، وثق تماما. وبعدين شوف يا شيخ علي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم، في الحديث الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الصحابة في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، واديان قريبة من المدينة، فيعود بناقة كوماء من غير إثم ولا قطيعة رحم، بدون ما يتعب، بدون شيء. أي أيوة والله. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. غنيمة هذا. أي أيوة والله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من آيتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. ثم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. ثم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف. ولا فالأحاديث التي تحفز كثير على التعلم القرآن ومعانيه وكذا كثيرة. وبالتالي أنت يعني بين الأجر وبين طلب العلم وبين زيادة المعرفة، كلها الحقيقة مقومات تخليك تتعلم التفسير يعني. فهذه المرحلة التي أرى أنها تخص كل مسلم، يعني تعرف معاني الكلمات. وبعدين شوف، اليوم أصبح ولله الحمد هناك ما يلبي احتياجات الجميع. التطبيقات التي في الجوالات يا دكتور علي فيها تطبيقات لتشرح لك المفردات، تشرح لك التفسير صوتيا ويعني كتابيا، وأشياء ميسرة وسهلة، فما بقي عذر. بل أصبح فيه الظاهر تصحيح حتى للتلاوة عن طريق التطبيق. أيوة. أيضا مطبوع الآن كتب تفسير مختصرة، مختصرات ابن كثير، تفاسير ميسرة مثل المختصر في التفسير، الميسر في التفسير، التفسير الميسر، المحرر في التفسير، ولا تكاد تحصيها. فما يعني ما بقي للإنسان المسلم عذر أن يتفقه في كتاب الله. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أعلى من ذلك. من يريد مثلا، بعضهم يا دكتور علي تلقاه طبيب أو مهندس، لكن تتوق نفسه إلى معرفة تفاصيل دلالة القرآن، فيريد أسباب النزول، يريد الناسخ والمنسوخ،